share the slides. دكتور تفضل. انا مدينة الحسن الرياضية بعطي مطاعيم، ممكن اطلع من المحاضرة؟ الله معك. الله يسعدك دكتور. هذا المقطع بدي اقصه طبعا من وراك. طيب طلعت عندكم السلايدات؟ طلعت. طيب خلينا نقول بسم الله. محاضرتنا اليوم ان شاء الله عن assessment of head and neck، كيف نفحص الراس الوجه و زي ما تعودنا دائما احنا شو بناخذ؟ ناخذ subjective data. subjective data بالنسبه للhead and neck نسال الpatients هل في عندك انت اي هيدكس؟ شو معنى هيدكس؟ صداع. وجع الراس. بالضبط. انه اذا كان في عنده اي صداع. او اذا عنده اي هيد انجري، اذا صارت معه اي هيد انجري، اي اصابه او اي تروما لمنطقه الراس او للرقبه كمان، لانه منطقه الرقبه بتخوف كمان. اذا صار فيها انجري ممكن البيشنتس يخش بحاله بنسميها كوادربليجيا. كوادربليجيا اللي هو شلل رباعي باطرافه الاربعه، وهي طبعا كمان راح تعمل شلل في عضلات التنفس، والبيشنت ما راح يقدر يعيش الا على اجهزه التنفس الصناعي لطول عمره لحد يتوفى. هي بنسميها كوادربليجيا. كوادربليجيا هذا بسموه شلل رباعي. الشلل النصفي بسموه بارابليجيا. هاي شوية مصطلحات إذا حابين تحفظوا. بارابليجيا هذا شلل نصفي، يعني بكون مثلا مش شلل نصفي نصف الجسم، لا بقصد هنا في أنا نصف ال يعني يا النصف التحتاني يا النصف الفوقاني، وبالغالب هو بكون الرجلين من تحت. بينما إذا بدي أحكي نصف يمين أو نصف شمال، نص الجسم يمين نصف شمال، هاي بتصير بحالات الجلطات الدماغيه، هذا بنسميه هيميبليجيا. وهيمي اذا بتتذكر المقدمه هذا معناه منتصف. هيميبليجيا ماشي. فهاي مصطلحات ممكن تسمعوها لقدام. كمان بنسال البيشنتس اذا صار في عنده ديزينس. شو معنى ديزينس؟ دافع دوخة، بحس في شيء قاعد بلف فيه. كمان نسأله إذا صار في عنده نيك بين، أو إذا في عنده limitation of motion. شو يعني limitation of motion؟ يعني مش قادر يحرك رقبته زي ما الإنسان الطبيعي بحرك رقبته بحرية وبدون أي أوجاع. هاي بنسميها limited range of motion. كمان نسأله إذا حس إنه في عنده lumps or swelling، صار في عنده زي nodules اللي هم زي تورمات مثلا او اي انتفاخات في منطقه الرقبه، وهي ممكن تعطينا انديكيشن انه عنده يا اما التهابات في الغدد الليمفاويه، او لا سمح الله عنده سرطانات في منطقه الرقبه. وبنسال البيشنتس اذا صار عنده اي عمليات في الراس او في النك، history of head or neck surgeries. بالنسبه للهيدكس، الهيدكس لازم نسال البيشنتس بتتذكروا PQRSTAU، حكيناها بتتذكروها بأول محاضرة. PQRSTAU P بقصد فيها إيش؟ The precipitating factors، بتيجوا على ال أو the aggravating والrelieving factors. هيها ماشي. فالP الQ بحكي فيها الكواليتي، كيف طبيعة الوجع. الR إذا بصير radiation، الS severity mild moderate or severe، T اللي هو timing وهنا بقصد فيها onset duration frequency، A associated factors، والU شو البيشنتس عمل، شو الunderstanding، شو الكوبينج ميكانيزم لهذا البين. هذا أي بين لازم تسأله هاي PQRSTA. هذا الأمر نفس الشيء بينطبق على الهيدكس. خلينا نيجي على التايمينج. زي ما قلنا بنسال عن اونست ديوريشن فريكوانسي. بالنسبه لللوكيشن بساله وين بالضبط الوجع حاسه في راسك، هل هي منطقه الفرونتال اللي هي منطقه الجبهه،
تيمبورال، تيمبورال اللي هي المنطقة فوق الأذنين، ولا انتحاس الوجع وراء عيونك، ولا انتحاس إنه في إشي رابط حوالين راسك وقاعد بضغط عليه، ولا حوالين الساينس إيريا زي ما إحنا شايفين في هاي الصورة، ولا في منطقة الأوكسيبيتال إيريا اللي هي في منطقة من وراء أسفل الرأس من وراء، بعرف شو بالعربي بصراحة أوكسيبيتال إيريا، أتوقع القحفية اسمه. في عنا أنواع من الهيدكس، في عنا تنشن هيدك، شو يعني تنشن؟ ضغط. فهذا في الغالب بتكون منطقة الأوكسيبيتال اللي هي إذا بتتذكروا في الأناتومي أخذتوهن طبعاً، الأناتومي بتاعت السكال، فالأوكسيبيتال زي ما قلنا قحفية أسفل الرأس من وراء، فرونتال منطقة الجبين، أو زي بتيجي زي باند لايك تايتنس، وهذا مثال أو هيك اللي هو الصورة من تحت، هذا هو التنشن هيدك. في عنا المايغرينز هيدك، شو يعني المايغرينز؟ اللي هي صداع نصفي، صداع نصفي شقيقة، بسموها شقيقة، وهاي بتدل انه في عنده مشاكل بالفيسلز، بلود فيسلز، باسكولار، ممكن تكون سوبرا اوربيتال فوق العين او فرونتو تيمبورال، وهاي صورة عن المايغرين، كيف يعني الوجع هذا بمنطقة الملونة بالاحمر، هاي هي المايغرين. في عندنا كلاستر هيدك، وكلاستر هيدك تيجي زي منطقة دائرية مثلا بمكان معين، تيجي مثلا pain around the eyes زي ما احنا شايفين هون، او forehead منطقة الجبين زي بتحس بين العيون مثلا هون منطقة الجبين، او في التشيك اللي هو في الخدود، هاي بنسميها cluster headaches. كمان بنسأل بالهيدك لكواليتي، لكيو اذا بتتذكروا بي قلنا، بعدين في عنا كيو، كيو لكواليتي، كيف طبيعة الوجع، كيف انتحاس الوجع زي سكينة، ولا throbbing، شو معنى throbbing؟ throbbing معناها زي النبض، قاعد إشي بنبض الوجع، بنبض بضرب بيخفق يعني زي بخفق، هاي معناها throbbing. pounding ولا shooting، هاي كلياتها من الأشياء اللي ممكن يوصف لنا البيشنتس إنه الوجع الهيدكس زيها، أو migraine headaches اللي هو الوجع النصفي. حكينا PQR والradiation، هل الوجع بيمتد لمكان معين، مثلا بيمتد للكتف، بيمتد للظهر، بيمتد للجو اللي هو شو معنى جو؟ الفك زي هيك، او بيمتد للعين مثلا، هاي الراديشن. وكمان بنسال عن السيفيريتي، PQRS سيفيريتي اللي هي mild moderate or severe، بنقول للبيشنت اعطيني من 0 ل 10 قديش بتقيم هذا البين، والتي تايمينج حكيناه بالسلايد الاولاني، والاي اللي هي الاسوسييتد فاكتورز، شو جايك، شو بتحس كمان غير مع الهيدك، بقول لك والله حاس حالي بدي استفرغ، حاس انه بدي اني دايخ ديزنس، حاس انه انا والله ويك كثير، في عنده ويكنس، حاس انه انا عندي نوزييتد بدي استفرغ، حكيناها. فهاي هي المقصود في الاي او الاسوسييتد فاكتورز، هيها موجودة هنا الاسوسييتد فاكتورز، نوزيا، فوميتنج، فيجن تشينجز، تغيرات في الرؤية زي بصار في عنده غباش، وهي ممكن تدل انه البيشنت عنده مرتفع ضغط الدم مثلا، او بداية ستروك مثلا، نيك بين عنده وجع مثلا بالرقبة بالاضافة للهيدك، وهي بالغالب بنشوفها مع حالات التنشن او السبازم اللي بصير بالمسلز تاعون الرقبة، او استومك problems مثلا اللي هي زي ما قلنا صار عنده constipation او diarrhea. كمان بنشوف شو المديكيشنز اللي البيشنتس ماخذها ممكن تسبب headaches زي الكونتراسبتيفز، ايش هم الكونتراسبتيفز؟ كونتراسبتيفز اللي هي موانع الحمل، ماشي، كونتراسبتيفز موانع حمل، انتم معي يا جماعه؟ انا معك. فالكونتراسبتيفز معناها موانع حمل. برونكو دايليترز، شو يعني برونكو؟ من برونكوس، قصبات الهوائيه، ماشي. دايليتر شو معنى دايليت؟ موسعات. ايوه، هذول المرضى مين بيستخدموا؟ المرضى اللي معهم مثلا سي او بي دي او ازمه بياخذوا هاي برونكو دايليترز، موسعات القصبات الهوائيه، هاي كمان ممكن تنزل الضغط والبيشنتس ممكن يحس في هيدك. كمان نايتريت produce headaches، شو يعني نايتريت؟
هاي أدوية كمان بتعمل على تنزيل الضغط وتوسيع الشرايين، فبالتالي ممكن تنزل الضغط. حكينا عن الاسوسييتد فاكتورز، الاجريفيتد اند ريليفينج فاكتورز اللي هي اول واحد البي اللي بنسميها شو بنسميها بريسيبيتيتنج اند بالييتيف فاكتورز، نفسها نفس المعنى اجريفيتد نفسها بريسيبيتيتنج، خلينا نكتبها precipitating ماشي، والبي الثانية أو palliative. precipitating معناها aggravated، معناها شو الأشياء أو شو العوامل اللي بتزيد الوجع، والله إذا بوقف بزيد الوجع عندي. طيب شو معنى relieving factors أو palliative factors، نفس المعنى relieving and palliative، معناها شو العوامل اللي بتخفف من وجعك؟ والله إذا بنام، إذا بغمض عيوني، إذا بضغط شوية على منطقة الجفين اللي شو بسموه الجبين، فهي كلياتها بتخفف عندي من وجع الرأس. كمان اليو حكينا آخرش PQRSTAU، نسأل patients أنت شو بتتوقع يكون عندك وشو عملت عشان تعالج هاي المشكلة، وشو الكوبينج strategies، شو الأشياء اللي مثلاً زي ما قلنا اللي اتخذتها عشان تخفف من المشكلة. بالنسبة إذا البيشنت كان في عنده هيد إنجري، قال لنا والله أنا صارت معي هيد إنجري وقعت مثلاً أو صار إجا ضربة على راسي، بدي أحكي له متى، قديش صار لها، كيف settings، كيف يعني شو، هل أنت كنت لابس هيلمت، شو يعني هيلمت، الخوذة، خوذة تاعت العمال بلبسوها عمال البناء، or hard hat نفس الإشي الهلمت أو الهارد هات. كمان بنسأله قبل ما يصير في عندك head injury، هل أنت كنت dizzy؟ شو يعني dizzy قلنا؟ دوار و light-headed دوار. طيب dizzy حاس أنه في إشي بلف فيه، ماشي، هاي الناس يعني بتخربط معانيه، ديزي حاس انه شيء بلف فيه، الغرفه بتلف حواليه، في شيء بلف فوق راسه، بينما اللايت هيدد حاس انه الزلمه بده ايش، بده غيب خلص، بده يغيب عن الوعي. هاي الفرق بيناتهم الثنتين، طبعا قريبات، وحتى الامريكان نفسهم بيستخدموهم الثنتين تقريبا يعني ليدلوا نفس لنفس المعنى، لكن هذا الفرق البسيط اللي بيناتهم. ديزي والله انا حاس اني دايخ، بينما اللايت هيدد خلص حسيت ان بدي اغيب، مش قادر اظني فاتح عيوني، ومش قادر اظني على واعي يعني. طيب شو معنى سيجر؟ تشنجات عصبية، تشنجات عصبية. فهم نسأل بالضبط، فنسأل البيشنتس هل هاي اي من هاي الاشياء حسيت فيها وصارت معك قبل الهيد انجري، كمان بعد الانجري شو صار، كنت صاحي، ناس اجوا انقذوك، اللوكيشن وين اجتك الضربه على راسك، هل صار معك discharges from nose and mouth، هاي من علامات كثير بتخوفنا اذا صارت مع البيشنت اللي اجت ضربه على راسه، اذا صار معه discharge، شو معنى discharge، زي صار في ترشحات سوائل تطلع من النوز من المنخار او من الفم خصوصا او حتى من الاير، هي أكثر شيء بتطلع من الإير والنوز، ترشحات وتلاقي لونها أبيض سائل، وعشان نفحص طبعاً هاي بتدل إنه البيشنس عنده بيزل سكال فراكتشر، بيزل سكال فضري. هلا هاي الإفرازات تطلع بعد العملية طوالي ولا بعد مش عملية؟ ما بحكي عن عملية يعني، شو بحكي؟ لا مثلا لو في أضرار يعني لو صار في عنده هذا الإشي. أس استنى، أنا ما بحكي عملية، أنا بحكي هيد إنجري. شو يعني إنجري؟ إصابة، تروما، ماشي. العملية إشي ثاني، هاي الهيد إنجري بتكون unintended. شو يعني unintended؟ يعني أنا مش ناوي يصير معي ضربة على رأسي، بينما العملية منوية، أنا ناوي أفتح مخ البني آدم وعالجه السبب اللي هو إجاني عشان العملية. أنا بحكي unintended، واحد قدامي داخ وقع على راسه، صار يطلع من منخاره او من اذنه، صار يطلع عنده زي ما قلنا هاي الدسشارجز،
الدسشارجز اللي بتخوفنا تكون لونها تقريبا شفافة ماشي. وعشان افحص طبعا اذا طوالي بشتبه انه كان صار في عند البيشنتس شو مسميها بيزل سكال فراكتشر. وين راح سوري شو صار عند البيشنتس بيزل سكال فراكتشر. والبيزل سكال فراكتشر هاي يعني المنطقه في الدماغ من اسفل الدماغ اللي بتحتوي على السيربيلم واللي يعني بيحتوي معظم العمليات الحيويه اللي بتحكم في العلامات الحيويه تاعت البني ادم. فالبيشنتس اذا صارت معاه هيك وما عالجناه بسرعه بيشنتس ممكن يموت. اذا لحقناه ممكن البيشنتس يضلوا عايش على اجهزه تنفس اصطناعي طول عمره. فهاي هي الدسشارجز اذا طلعت خليني بس اكمل النقطه وبعدين بعطيكم مجال الاسئله. هاي الدسشارجز اذا طلعت طريقه افضل طريقه اني افحصها بجيب قطنه او قطعه شاشه وبحط الشاشه على هاي الدسشارج بخلي الدسشارج تيجي على الشاشه وبستناها. اذا كانت لونها يعني مثلا نفترض انه هاي الشاشه هاي قطعه الشاشه وبعدين خليت نقطه الدسشارج تيجي اذا صار في حواليها هالو لونها اصفر مش عارف اذا مبين عندكم زي هيك مثلا هنا ببين انه هاي الدسشارج سي اس اف. شو سي اس اف؟ اللي هو سيريبرو سباينال فلويد اللي هو اخذتوه بالتشريح ولا ما اخذتوهوش؟ اخذتوه بالتشريح السي اس اف سيريبرو سباينال فلويد بالضبط سيريبرو سباينال فلويد. هذا الفلويد اللي بيطلع من الفنتريكلز تاعون الدماغ وقاعد بيمشي حوالين الدماغ وحوالين النخاع الشوكي وبنقل النيوترينتس وباخذ الويست بتخلص منها. معناته اذا تخيل انه طلع من مجراه وصار يطلع من الاير وصار يطلع من النوز هاي زي ما قلنا علامة بتخوف بتدل انه البيشنتس عنده بيزل سكال فراكتشر. مين كان عنده سؤال؟ طبعا انا مش شايف التيمز فاللي بده يسال يسال توكل على الله. دكتور هسه اذا لما يعني وقع على راسه صار في استفراغ عادي صح؟ لا مش عادي الوضع بيكون بيطمن لا مش عادي؟ لا ابدا مش عادي لازم البيشنتس ينفحص. اي انجري لاي بيشنتس على منطقه الهيد لازم مباشره يتاخذ على على المستشفى ويتصور صوره طبقيه خصوصا اذا صار معه فوميتنج. الفوميتنج اللي هو الاستفراغ هذا بدل انه في عنده زياده في الضغط جوات الدماغ وهي ممكن تكون ناتجه عن نزيف جوات الدماغ فلا طبعا مش عادي. وهذا طبعا نوع الاستفراغ بيكون بروجكتايل فوميتنج. شو يعني بروجكتايل فوميتنج؟ يعني الاستفراغ لمسافه طويله بتلاقي يعني تقريبا لمتر مسافه الاستفراغ زي اللي قاعد بقذفها قذف الاستفراغ بيطلع من ثمه. فهاي علامه كمان بتخوف لازم البيشنتس تاخذ على المستشفى زي ما قلنا ويفحصوا له يعملوا له صوره طبقيه ويتاكدوا انه ما عندهش نزيف او عنده اي كسور. في كمان اي اسئله على هاي النقطه؟ ايه طب دكتور تفضلي. ايه هلا زي هيك البيبيات مثلا ما يقعوا على راسهم فهم بيحكوا لنا انه ما تخلوهم يناموا، طب شو السبب؟ السبب انه انا بخاف انه يكون في عنده نزيف ويغيب واحنا مفكرين انه نايم. اوكي تمام عرفت يا سلام. فاحنا لازم نضلنا متاكدين انه الولد ما صارش معاه غيبوبه ولا هو نايم بدي اتاكد. واذا خلص الولد من العياط تعب وبده نام كل فترة أروح أشيك عليه يعني يظلوا بحضني مثلا وظل مشيك عليه إنه ما فيش أي أمور أحاول أصحيه كل شوي. تمام دكتور. يا مفعل على فكرة يا جماعة مادة تقييم صحي مش مادة أمراض فلا تطولوش على الموضوع. بس السي أف يعني هاي فحصها بيكون يدوي؟ السي أس أف السي أس أف لا هسه هاي الفحص اليدوي السريع بعدين طبعا بياخذوا عينات وبودونها على المختبر.
لكن اذا بينت معك زي هيك اخذت على 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 شاشه وبينت معك هاي الهالو وبنزلكم اياها ان شاء الله اليوم على جروب الفيسبوك كيف تكون صورتها، لانه بصراحه راحت عن بالي ولا نزلت لكم صوره على السلايدات. طوالي هذا البيشنتس يعني ايمرجنسي كيس، طوالي لازم افوت على ممكن طبعا لازم يتصور سي تي سكان والدكاتره يعرفوا شو افضل طريقه لعلاجها، هل البيشنتس بحاجه عمليه ينشال النزيف او يعني ينحط له تيوب جوات دماغه ويسحب كل هاي السوائل ولا لا. فهي عمليه، هاي يعني حاله ايمرجنسي. كمان بالهيد انجري بنسال اذا البيشنت عنده اي هيستوري اوف illnesses، عنده امراض سابقه، شو صار معك اسوسييتد سيمتومز بعد الهيد انجري، صار معه فوميتنج مثلا، البيشنت داخ، صار لوس اوف كونشسنس، شو يعني لوس اوف كونشسنس؟ انه فقد الوعي. وكمان شو صارت في اجراءات او في حدا مثلا حاول ينقذه، شو اللي عمله اياه، هل ضغط له مثلا على مكان الانجري ومن هاي ديزنس. قلنا الديزنس لازم انا افهم من البيشنتس شو قصدك بالديزنس، هل هي معناها feelings of light headed، شو يعني light headed؟ انه بده غيب، loss of consciousness، ماشي. طبعا loss of consciousness هاي ال LOC في الغالب هي اختصار level of consciousness، بس انا هسه كتبتها loss of consciousness عشان اريح حالي من الكتابة. فاللايت هيدد البيشنت حاس حاله بده يغيب، ولا البيشنت حاس انه والله قاعد بيسبح ولا بده يوقع ولا في اشي قاعد بدور حواليه، وهي بنسميها الحالة vertigo. vertigo اللي هو دوار البحر، طبعا خطي انسوا، دوار مش دوات، دوار البحر. مين عمره طلع بمركب وحس حاله دايخ والدنيا بتلف حواليه؟ هاي بنسميها الحالة vertigo. فأنا لازم أسأل البيشنس أقول له شو أنت بالضبط حاسس؟ والله حاسس حالي بدي أغيب خلص مش قادر أظني صاحي، حاسس إنه الغرفة بتدور فيا، البلاط قاعد بلف حوالي، حاسس حالي بدي أغيب، بدي أوقع على وجهي. فهي كلياتها لازم انا اسال البيشنتس عنها. بالنسبه ل اذا البيشنتس بيعاني من نيك بين، نفس الشيء بدي اساله عن البي كيو ار اس تي اي يو. اونست لوكيشن اسوسييتد سيمبتومز بريسيبتيتنج فاكتورز اتسترا. اي بين، اي بين مريض بحكي لك اياه لازم تسال عن هذا. كمان اذا البيشنتس حكى لي انه في عنده لامبس or swelling، شو يعني lumps or swelling؟ انتفاخات او تورمات في منطقة الرقبة. اول شيء بسأله صار معك اي التهاب في منطقة البلعوم او منطقة الحنجرة، يعني مثلا صار معك التهاب لوز، التهاب البلعوم مثلا. ليش؟ لانه هاي في عندنا هسه كمان شوي رح ناخذ فحص الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة، ولأي عدوى بتنتفخ هاي الغدد الليمفاوية، فهاي ممكن الانتفاخات تكون من انتفاخات غدد ليمفاوية، فلا ضروري جدا اني اسال البيشنتس عنها واساله عن اي تندرنس. شو يعني تندرنس؟ الوجع للضغط تو تاتش بالضبط، بين تو تاتش. فهي كلياتها علامات بدل انه البيشنتس عنده اكيوت انفكشن. بسال البيشنتس عندك ديفيكولتي بالسوالوينج، شو عندي difficulty بالسوالينج؟ بالسوالوينج هذا المصطلح بنسميه dysphagia، صعوبة البلع. بالضبط، صعوبة بلع. dysphagia معناها difficulty swallowing. من هون ورايح ما راح اصير اقول لك والله هسه difficulty swallowing بروح بسال patients عندك difficulty of swallowing، ماشي؟ طبعا بالانجليزي مثلا مريض امريكي بروح بقول له عندك difficulty of swallowing، بينما بينه وبينك ما بستخدم difficulty of swallowing، بقول لك او انت لما تيجي تعمل لي documentation بتقول لي البيشنت عنده ايش؟ dysphagia، ماشي؟ نستخدم المصطلحات العلميه مع بعضنا، بينما مع المرضى لا ما بستخدم مصطلحات علميه. وكمان بسال البيشنت اذا بدخن، لانه التدخين بزيد الريسك
انه يصير معه سرطانات تنفسيه او سرطانات في منطقه المجاري التنفسيه او في الفم. وبقول للبيشنتس هل عمره صار معك مشاكل في الغده الدرقيه، كسل ولا زياده نشاط، لانه هاي المشاكل الغده الدرقيه تعمل على تورم او تضخم في الغده الدرقيه. كمان بس البيشنتس اذا صار معاه اي او عمل عمليات في منطقه الراس او منطقه النك، وشو السبب وين المكان والتاريخ. هسه بدنا نبلش بالاوبجكتيف داتا اللي هي مرحله الفيزيكال اكزامينيشن لمنطقه الهيد والنك. اول شيء بدنا نبلش انسبكشن اوف هيد اند فيس. بدي انا اعمل انسبكشن and palpation للسكال. نبلش بالسكال، بدي اطلع بالاول على size and shape. بطلع اول شيء بعيوني، فانا بتوقع انه البيشنتس يكون نورموسيفاليك. ايش يعني نورموسيفاليك؟ انه حجم راسه مناسب للبادي سايز، ومناسب طبعا للعمر ولا الاثنيسيتي. شو معنى الاثنيسيتي؟ للمنطقة اللي جاي فيها، مثلا الصينيين احجامهم صغيرة، رؤوسهم تيجي صغيرة، بينما مثلا نروح على مناطق الالمان هذول عمالقة مثلا، فبتلاقي رؤوسهم اكبر. طبعا هاي بكون ابروبريت للبادي سايز. بينما ممكن البيشنتس طبعا يكون في عنده مشاكل او تشوهات مثل مايكروسيفالي. شو يعني مايكرو؟ نقصان، يعني صغير، مايكرو صغير. سيفالي من سكال، معناته البيشنت شو عنده؟ سمول هيد، يعني تلاقي حجمه او راسه اصغر يعني من الحجم الطبيعي بالنسبه لجسمه. ماكرو، شو معنى ماكرو؟ عكس مايكرو. ماكرو سيفالي ايوه، بكون في عنده راسه اكبر من الحجم الطبيعي المناسب لجسمه. هاي بالانسبكشن. بعدين انا بروح بعمل بالبيشن، بروح طبعا لما اجي اعمل بالبيشن زي ما قلنا بنكون متوقعين انه البيشنتس عنده أسوأ الامور، عنده مثلا لايس اللي هم مثلا قمل، فانا بكون لابس الجاون او لابس جلوفز وببلش اعمل للبيشنتس بالبيشن. وقلنا زي ما قلنا انه الهيد سايز تاعت البيشنتس تختلف حسب العرق تاعه. النورمال انه يكون زي ما قلنا انه البيشنتس يكون السكال حجم السكال نورموسيفاليك، وكمان تكون سيمتريك. يعني سيمتريك تقريبا سيمتريك، يعني الجنب اليمين بيشبه الجنب او النصف الشمال، النصف اليمين نفس النصف الشمال، ما في تموجات، ما فيش تعرجات، ما فيش زوايا حاده. لازم تكون سماوث راوند نورموسيفاليك زي ما قلنا، نو فيزيبل ليجن، ما في اي ضربات، ما في اي اورام في منطقة الجمجمة. بعدين بنيجي بدنا نعمل palpation للtemporal artery. كيف يعني temporal artery؟ بدي أورجيكم هذا الفيديو. خلينا نوقف sharing من هون. وافتح النت. وين راح sharing؟ فتح عندكم؟ فتح دكتور. طيب بس تروح الدعاية. طالع عندكم صوت الفيديو ولا لا؟ لا مو طالع صوت. لا شفتوا وين المنطقة؟ المنطقة ورا العيون بالضبط، هاي منطقة التمبورال آرتري. ولو كل واحد فيكم ضغط بإصبعين بين الشعر، منطقة الشعر ومنطقة الـ شو بسموها الحواجب، طبعا بحس بالنبض تاعه. طبعا مش يضغط كثير عشان ما يقطع الامدادات، بس جنتل بريشر بصير يحس بالبلس تاع هذا الآرتري اللي بمر من هون، اسمه temporal artery.
ماشي. اول ايش عملناه palpation لهذا الارتري، وبعدين بستخدم الستيثوسكوب. شو استخدمنا، البل ولا الديافرام؟ البل. وقالت مصطلح اسمه بروي، ولما اطلع من الفيديو اليوتيوب برجع للسلايدات واكتب لكم اياه وبحكي لكم شو معنى بروي. ماشي. وبستخدم زي ما قلنا البل. زي ما قلنا لازم دائما نقيس اليمين والشمال واشوف الفرق بيناتهم. خلنا نرجع للسلايدات. سوري رجعنا لهون. وين السلايدز؟ طلعت عندكم السلايدات؟ دكتور. طيب. قلنا بالبالبيشن لتمبرال ارتري، هون احنا عندنا بالسلايدات بس حاطين بالبيشن مش حاطين اسكولتيشن، بس لازم نعمل بالبيشن والاسكولتيشن. المطلوب منكم للامتحان بالبيشن بس، اعملوا انتوا لما تيجوا تفحصوا المرضى اعمل بالبيشن واسكولتيشن. قلنا بالبالبيشن عرفنا وين بنحط اصابعنا، فالتمبرال ارتري لازم يكون الاستيك وما يكون في اي اوجاع. اذا حسينا انه هذا الارتري في تصلب معناته ممكن الدل، طبعا تصلب او صار في تعرجات، في كثير تعرجات او بوجع البيشنتس، هاي بتدل انه في التهاب في الارتري، بنسميها الحاله تمبورال ارترايتس. مين اخذ معنا المقدمه؟ شو معنى دائما اي مصطلح بينتهي بايتس؟ انفلاميشن، التهاب. بالضبط. فتمبورال المنطقه، ارترايتس التهاب الارتري الموجود في منطقة التمبورال. هاي قلنا بالبالبيشن. وبالسماعة لما استخدم البل بدي ادور على مصطلح او على اشي اسمها بروي، تنكتب بروت بروي، لكن كيف تنلفظ؟ بروي، التي سايلنت لا تلفظ. ماشي. بروي، بروي هاي بد زي صوت الفحيح، شو بعرفني بالعربي شو بدي، شو بسموه صوت ورق الشجر، حفيف الاوراق، حفيف الشجر، شو بسموه؟ حفيف. وصل المهم، وصل كيف الصوت، المبدا وصل زي صوت يعني السائل. كيف مين عمره مثلا واحد هيك اليوم لما تروحوا امسكوا السماعة وعلى بربيش المي، اضغط انت بايدك شوي على بربيش المي بصير المجرى ضيق، فلما تسمع بالبل على بربيش المي راح تسمع صوت البروي. هذا هو صوت البروي اللي انا بقصده، زي صوت يعني الدم قاعد بمر من اشي ضيق، فهذا اسمه البروي. طبعا لو حسيناها البروي بالسمع، لكن لو انا حطيت ايدي وعملت بالبيشن راح احس بشيء اسمه ثريل. فثريل بالبالبيشن، سوري، بينما البروي بعملها او بكتشفها بالاوسكلتيشن. اوسكلتيت الثريل. شو يعني الثريل؟ vibrations، بتكون في عندي زي ايش؟ زي اهتزازات منطقة الارتري بسبب مرور الدم من مكان ضيق. مين عمره شاف او بعرف مريض بيغسل كلى؟ في حدا بعرف مريض او في له قرابة بيغسل كلى؟ الله لا يحيجنا. فهذول المرضى اللي بغسلوا كلى بكون عاملين لهم وصلة بين شريان وبين آرتري بسموها جرافت. فهاي لو حسيتها بتحس في كثير اهتزازات، بالحس اسمها ثريل. روح امسك السماعة، البل تاعت السماعة، واسمع الصوت تاعها بسموه بروي.
وهاي راح تردوا تاخذوها بالفيزيكال اكزامينيشن لما نيجي نشرح فحص الارتريز بشكل عام او القلب والاوعيه الدمويه لما نيجي لهذاك الموضوع. كمان بدي افحص انا في الفيزيكال اكزامينيشن تاع الفيس بدي اعمل بالبيشن لايش؟ لا التمبرو مانديبولار جوينتس. ماشي تمبرو مانديبولار جوينت كيف بدي افحصه؟ خلينا نرجع على اليوتيوب وارجيكم هذا الفيديو. وين ستوب شيرينج؟ خليكم بالله معي بس. اشترون بدعايات. التمبرو مانديبولار جوينتس شو قال الدكتور عنه؟ تي ام جي جوينت. طبعا اختصرها لانها كلمه طويله. تمبرو مانديبولار جوينت لازم عشان تفحصها في عندك طريقتين، يا بتيجي من قدام البيشنت يا بتيجي من ورا. الاريح انك تيجي من ورا عشان ما يقرب وجهك على وجهه، اريح لك وإله. يعني نيجي خليه يفتح ثمه. كل واحد يحط ايده نفس المنطقه قدام شحمه هاي الـ شو بسموها، بعرفش ايش بسموها، شحمه الاذن اتوقع. ويحط ايده هناك، بيكون في زي جوره صغيره، ويحط ايده ويصير يفتح ثمه ويحرك الفك يمين وشمال. الاصل ما يكون في عند البيشنتس تندرنس وما يكون في صوت طقطقة. الصوت الطقطقة هاي بسموه كريبيتس، قبل شوي حكاها الدكتور، بعرفش إذا سمعتوه. بدي أعيد شوي. دكتور أصلاً ما في صوت للفيديو. عادك أنا حاط إنه يطلع صوت السيستم، مش عارف ليش مش راضي يطلع لكم إياه. أيوه قال you're looking for crepitus، اللي هو crepitus اللي هو الصوت الطقطقة، لما واحد يطقع بصابعه هذا بسموه crepitation أو crepitus. بس تطلعوا أنتوا كيف وين بتحط الأصابع. طبعا مش ضروري تستخدم الميدل فينجر، الأصل أنا بفضل تستخدم إصبعين الإندكس مع الميدل فينجر. ليش عندك هاي التعليقة من الفيديو نفسه؟ بقول لك تيجي بتخلي البيشنتس يفتح ثمه وتطلع انه كل اسنانه على صف واحد، اللي يبتسم. ايوه بالضبط، يعني ما في عنده اي اوجاع وهو بيعمل هاي الحركات او اي طقطقه كريبيتيشن. هاي هي طريقة فحص التي ام جي او البالبيشن تاعت التي ام جي. نطلع من الفيديو وارجع للسلايدات. ماشي، هاي عملية فحص التمبرو مانديبولار جوينتس اللي هي عن طريق البالبيشن. نورمال فايندينجز تكون عندنا الحركة سموث موفمنت، ما في عند البيشنتس أي ليميتيشن بالتحرك، يعني بيقدر يحركه بكل سهولة، وما في عنده أي تندرنس. شو يعني أي تندرنس؟ ما فيش يكون في عنده أي وجع للبالبيشن. abnormal findings اللي حكينا لكم عنها قبل شوي، شو هي؟ crepitation اللي هي صوت الفرقعة أو الطقطقة تاعت المفاصل، أو إنه يكون عنده limited range of motion ROM. شو اختصار إيش؟
range of motion اللي هو مدى الحركة الطبيعي. range of motion وهي خلص بما انه حكيناها مرة راح تشوفوها كثير الـ ROM احفظوها طول عمركم. ROM معناها range of motion. وكمان مش لازم يكون البيشنت عنده اي تندرنس. باجي على الوجه الان بدي اعمل اول شيء انسبكشن للفيشل اكسبريشن. بدي اطلع على الفيشل اكسبريشن تكون طبعا ابروبريت للسيتنج للحاله اللي اجاني فيها البيشنت. يعني البيشنت اجاني بس فحص دوري ما فيش عنده اي امراض الاصل ما يكونش قلقان يكون البيشنت يعني بحكي معاه يكون عادي مبتسم للاشياء اللي بتخليه يبتسم. واذا مثلا كان البيشنت عنده وجع احس تبين على الفيشل اكسبريشنز تاعونه. فالنورمال فايندينجز انه الفيشل اكسبريشنز ار ابروبريت للسيتويشن والبيهافير تاعه. بينما الابنورمال فايندينجز انه مثلا يكون البيشنت عنده تنس شاد حاله كثير شاد على الفيشل اكسبريشنز هاي ممكن تدل انه البيشنت عنده انكزايتي. هاي اول نقطه ابنورمال. كمان ثاني نقطه ابنورمال انه يكون عنده فلات افكت. شو يعني او بسموها فلات فيس او فلات اكسبريشن. شو معنى فلات فيس؟ مش معروف هل هو حزين ولا هل هو سعيد. تحكي معاه يعني تعابير وجهه مش متحركه كانه نايم بس فاتح عيونه. هاي بسموها فلات افكت. وكثير بنشوفها بحالات مين الدبريشن. ماشي. كمان واحد قاعد بضحك لي على الرايح والجاية بشك فيه ممكن يكون متعاطي مادة ممنوعة. بدي اطلع على الفيشيال ستراكتشرز مكونات الوجه نفسه. طبعا هاي كلياتنا من نعرف انه مكونات الوجه او تفاصيل الوجه تختلف من شخص لاخر حسب العرق تاعهم. لكن الاشي اللي بنتشارك فيه انه لازم يكونوا سيمتريك. العين اليمين بتشبه العين الشمال. الفتحة اليمين تاعت الانف تقريبا ولا عمرها هي طبعا تشبه الفتحة الشمال تاعت المنخار. لكن يعني هاي استثناء. لكن انا بهمني انه يكون شايفين حواف العين. حواف العين تكون على نفس المستوى. الحواجب تكون على نفس المستوى. زوايا الفم تكون على نفس المستوى. طلع هذا ماله في عنده زي تشنج او هذا طبعا البيشنت قاعد بقول له ابتسم. فالبيشنت ابتسم بجهه الجهه الثانيه ما قدر يبتسم. وهاي بتدل انه عنده مرض في العصب السابع او عنده مشكله في المنطقه او الموجوده في السنترال برين. زي ما قلنا لازم تكون سيمتريك الاي براوز بالبيبرال فيشرز. شو هم البالبيبرال فيشرز؟ اللي هم فتحات العين. هاي فتحات العين. نيزو ليبيال فولدز اللي هم زي اللي بتكون نازله من الفولدز النازل من المنخار لعند الثم زي الخط هذا اللي نازل. والسايد اوف ذا ماوث اللي هم زي ما قلنا حواف الفم. هذول لازم يكونوا على نفس المستوى نفس الحركات لما يعمل البيشنت اي اكسبريشنز. مثلا اقول له اضحك كشر انفخ بفمك يعني سكر شفايفك واعمل بافنج ينفخ خدوده. هاي كلياتها لازم تكون الحواف متساويه على نفس الليفل. اي سيمتري اي اختلاف في الليفل تاعهم شو بتدل؟ بتدل انه البيشنت عنده سنترال برين ليجن عنده تروما عنده انجري في السنترال برين او كرينيال نير اللي هو العصب السابع دمج اللي هو بسموه الفيشيال نيرف. العصب السابع بسموه الفيشيال نيرف. وهاي بسموها ممكن يعني حالات كثير شو بسموها فيشيال بالسي زي اللي شايفينه بهاي الصوره. هاي بسموها فيشيال بالسي والله الناس كيف تنكتب اتوقع بالسي اتوقع زي هيك تنكتب.
فيشل بلس يعني زي عنده تشنج او شلل العصب السابع او عصب الوجه اللي بتحكم في منطقه او الفيشل اكسبريشنز. كمان من الابنورمال فايندينجز انه يكون البيشنت عنده اكزوثالاموس، هيك تلفظ البي سايلنت اكزوثالاموس، زي اللي هو جحوظ العين زي ما هو موجود في هاي الصوره، انه يكون في عنده بيجمنتيشن بجهه اكثر من جهه، بيري اوربيتال اديما، تلاقي عيونه منفخه مثلا، هاي ممكن تدل انه عنده سوائل كثيره او نقص بروتين، او انه البيشنت يكون في عنده انفولنتري موفمنتس، تلاقي جفنه قاعد برج برتجف بسموها جيركس او التكس، نفس الشيء جيركس اور تكس، انه قاعد بتحرك كثير حركات لا اراديه، او انه البيشنت يكون في عنده ايش اكسسيف بلينكينج. شو يعني اكسسيف بلينكينج؟ بيضل يغمز. مين عنده اكسسيف؟ في حدا بيعاني من هاي الشغله؟ طب خلينا اقول لكم نكته. هذا في جوز اختي عنده زي هاي، بيضل يغمز، قلت له لازم تطلع علي، ضل يطلع علي، طبعا هو قاعد بغمز، بقول له الستارتر تاع عيونك خربان زي النيون. طبعا اذا بتعرفوا شو الستارتر بتضحك، واذا ما بتعرفوش راح ضلكم ساكتين. انا اسكتكم كلياتكم بتعرفوا شو الستارتر. لا عرفنا. فالستارتر تاع عيونه كان خربان. طيب خلينا نكمل يا حبيبي لو يسمع هاي المحاضره جوز اختي. هاي بالانسبكشن للفيس زي ما قلنا نطلع على الستركتشرز، هاي هم المقصود بالبالبيبرال فيشرز اللي هم الفتحات بين الجفون تاعون العين، وهاي هم منطقه النيزوليبيال فولد اللي هو الخطوط اللي بتكون بين الخدود ومنطقه المنخار والفم، فلازم تكونوا على نفس المستوى لما يضحك البيشنت يكشر تكون الحركات والمستوى تاعهم متساوي تكون سيمتريك. هسه بدنا نيجي للنك. اول شيء لازم تكون سيمتري، فالنورمال فايندينجز انه الهيد بوزيشن از سنترد ان ذا ميد لاين، يعني بقول للبيشنتس اقعد مرتاح، يكون الراس في المنتصف، مش رايح والله راسه مايل على اليمين او مايل للشمال، لا، إذا كان عنده ميلان على اليمين أو ميل للشمال بيكون في عنده إشي اللي هو تشنج في العضلات أو مشاكل في الأعصاب. طبعاً بيقدر بكون البيشنس قادر يمسك راسه إريكت يعني عادي بانتصاب، وسيمتريك أكسسوري موسلز اللي هم العضلات الموجودة في منطقة الرقبة والترابيزيوس. شو الأبنورمال فايندينجز؟ قلنا الهيد تيلت، يعني إذا بكون راسه مايل على جهة بيكون في عنده مصل سبازم، ممكن يكون في عنده ريجيد مصلز في الريجيد مصلز، او ممكن يكون عند بيشنتس بيعاني من ارثرايتس. شو اللي صار بالشيء؟ استنوا والله الكمبيوتر علق. السلايدات طلعت عندكم اهم شيء؟ طلعت بس الكمبيوتر لا باخذ ولا بيعطي، بحاول اكتب قاعد بعمل لي انه قاعد بعمل لودينج. فهاي بالنسبة للسيمتري طلع من كل، الله يعطي العافية، بطل يطلع هسه صح السلايدات؟ أرى هو نفسه الباوربوينت تعلق فقاعد بعمل ريستارت، فصبركوا علي شوي. هاي بالنسبة ل قلنا للسيمتري انه بطلع على البيشنتس، لازم يكون راسه جاي بالمنتصف مش مايل لا يمين ولا شمال، وهاي بتدل اذا كان مايل يمين او شمال بتدل انه عنده البيشنتس تشنج بالعضلات اللي هم عضلات الرقبة وعضلات أعلى الظهر الترابيزيوس، وممكن تدل إنه البيشنت عنده مثلاً ديسك في منطقة الرقبة. خلينا نستنى الباوربوينت، وهاي فرصة إنه الواحد يشرب شوية مي. طبعاً الباوربوينت عندي لأنه عليه آدونز كثيرة فبيطول تا يفتح. الله يا اخوي الله يرضى عليك. وين صرنا احنا؟
خلينا نعمل شير. وين صرنا؟ أي سلايد؟ 13. طيب. هاي بالنسبة لإيش؟ للسيمتري. هسا بنيجي لرينج أوف موشن. شو يعني رينج أوف موشن؟ مدى حركة الرقبة. وهسا بدنا نحضر فيديو كيف اللي هو بنفحص الرينج أوف موشن تاعت الرقبة، وهذا خلينا أحولكم على اليوتيوب. وين خلينا نعيد الفيديو من أول. هاي الروم تيست، طلع شو قالها الروم تيست، اللي هي رينج أوف موشن تيست لمنطقة السيرفيكال. السيرفيكال اللي هي منطقة الفقرات الموجودة في الرقبة، هاي بيسموها سيرفيكال سباين. فأنا بخلي البيشنت يعمل كل الحركات اللي الواحد بيقدر يعملها برقبته. أول إشي بقول له خلي دقنك يلامس صدرك، فالأصل يقدر يلامس بدون ما يحس في تشنج، بدون ما يحس إنه في أوجاع، أو إنه يقدر يعني بعضهم من الوجع ممكن ما يقدر يخلي الذقن يلامس الشيست. بعدين بقول له تطلع على السقف على الآخر، رجع راسك ما يكون نفس الشيء في أي أوجاع. حط حاول خلي إذنك تلامس كتفك، طبعا في ناس قليلين بيقدروا، طبعا ممكن يرفع وينزل الكتف ما يكون في عنده أي وجع. بعدين بقول له تطلع على اليمين وتطلع على الشمال. هاي هي الرينج اوف موشن تاعت الرقبة. هسا هاي الفحص الأولاني يا جماعة، هذا كلياته رينج اوف موشن. إذا بدي أفحص قوة العضلات بعمل ريزيستنس، يعني مثلا بدي أخليه يطلع على اليمين، بحط إيدي على منطقة اليمين زي إنه قاعد بتفش إيدي، وبشوف قديش في عنده قوة. أيوه هيك، هذا فحص السترينث. بقول له قاعد بقول لها حاول تطلع إلى تحت، بده يشوف عضلات الرقبة الخلفية، فهي بتحاول طبعا تشد، فهو من القوة اللي قاعد بتمارسها بيعرف إذا في عندها قوة عضلات ولا في عندها ويكنس. وأنا بقول لها روحي على اليمين ولا على الشمال، فهو بحاس بالمقاومة، فهذا فحص الريزيستنس. وأنا بقول لها لفي على اليمين أو على الشمال إذنك، مش قادر. هذا فحص رينج اوف موشن، يكفي لهون طبعا. هذا بده يعمل فحص باسف رينج اوف موشن، وانتم راح تاخذوه في لما نيجي نفحص منطقه العضلات او الجهاز العضلات والعمود الفقري، خليه لوقتها يعني. بس المطلوب منا في هاي المحاضره هو فحص الرينج اوف موشن. نرجع للسلايدات. فالنورمال فايندينجز انه تكون عندنا الرينج اوف موشن مالها سموث كنترولد، بيشنت قادر يتحكم فيها وقادر يحرك رقبته بكل يعني سموثلي بدون ما يكون في عنده اي بين. الابنورمال فايندينجز يكون عنده بين او مش قادر يلف راسه او يرفع راسه او ينزل راسه. فالليمتد رينج اوف موشنز هاي بتكون دليل انه البيشنت عنده cervical arthritis، التهاب بالمفاصل الموجودة في منطقة الرقبة، أو بكون في عنده rigid muscle spasm. كاتبين إنه هنا test muscle strength، وعرفنا كيف نعمل test muscle strength اللي هو عن طريق اللي هو زي ما قلنا لما حط إيده ونقول له يعني حاول لف إيد وجهك على اليمين أو على الشمال أو نزل أو طلع راسك، ولازم إحنا نحط مقاومة ونشوف قديش قوة العضلات اللي تتحكم فيها. Carotid artery pulsation بصراحة هاي ما
ما كنتش أنا منتبه لها في التحضير. خلينا بالله أحاول ألاقيكم فيديو على اليوتيوب على السريع ونشوف نورجيكم إياها. الكاروتيد آرتري موجود بين التراكيا القصبة الهوائية وعضلة الستيرنومايستويد مصل، في زي التجويف. لو كل واحد فيكم حط اصبعين او ثلاث اصابع بهذا التجويف بحس بالبلس، بحس بالنبض الموجود او اللي هو ناتج عن الكاروتيد ارتري، وهيك احنا بنفحصه عن طريق البالبيشن، وطبعا بنعمل كمان اوسكلتيشن وبنفحصه كاروتيد ارتري اكزامينيشن. خلنا نشوف. والله خلينا نعمل شير للسكرين. طبعا هاي بما انها المادة نظريه فاحنا معتمدين على العملي، لانكم راح تاخذوا كلياتكم في العملي، لكن مع ذلك بدي اياكم تفهموا الماده النظريه عشان ما يكون عندكم اي صعوبه لما تيجوا على المختبر. انا جاي هذا الفيديو. راتب بيشنس بيكون مثلا متطلع على ورش عادي نايم، فاذا انت بدك تطلع بدك تفحص الجهه اللي انت واقف عليها بتخلي البيشنس يطلع على الجهه المقابله. طيب جماعه كلياتنا شايفين وين حاطه ايدها؟ هيو الجروف، هيو الفراغ الموجود بين التراكيا القصبة الهوائيه والعضله تاعت الستيرنوماستويد مصل عند زاويه تمبوماندبولار جون. بقول لك حاول تجنب انك تضغط فوق، اضغط على الجروف اللي موجود لتحت. طبعا الجروف جاي ميلان مع العضله تاعت الرقبه، فلا تضغط فوق. اذا ضغطت فوق هذا ممكن ياثر على القلب، يعمل عند القلب تباطؤ في النبضات ويغيب البيشنت. فبتقول لك تجنب انك تضغط فوق، حاول اضغط تحت، يعني لما تعمل بالبيشن. الشغلة المهمة انك ما تفحص هسه في عندنا ارتري بالجهة اليمين وفي عندنا ارتري بالجهة الشمال. دير بالك تفحص التو ارتريز بنفس الوقت. ليش؟ هذولا اللي بودوا الدم لوين؟ للدماغ. الدماغ ثانية ثانيتين بدون دم شو بصير بالبني ادم تاعك اللي قاعد تفحص فيه؟ راح يغيب على طول، وممكن يوقع، ممكن يصير معه انجري، وممكن يصير معه اسكيميا، ينقص التروية للدماغ. فدير بالك تفحص التو ارتريز يعني الرايت والليفت ارتريز بنفس الوقت، افحص كل واحد بوقت مختلف. شايف هاي اللي بتحكي، نفحص جهة طبعا. انا لما افحص ايش قاعد بدور؟ على قوة البلس، عدد البلس النورمال من 60 ل 100، والقوه لازم تكون بلس 2. ما يكون في عنده ثريل اللي قبل شوي شرحناها، قلنا ثريل بالاحساء بالبالبيشن يصير فيه اهتزازات، بينما بالاوسكلتيشن لما احط السماعه ما يكون في عنده بروي. هاي الثريل والبروي اب نورمال فايندينجز بتدل انه في تضيق في الشريان. هاي تفاصيل الصورة. One and S, which one's S2? Next, I'm going to use my stethoscope and listen to the carotid artery for Bruise. This is important to do in someone who is middle-aged or older, anybody that you suspect to have cerebrovascular disease, and if you felt the thrill. So part of your assessment when you're palpating is... If you felt the thrill, you want to listen to the speaker for Bruise. Feel for thrills, which is a cat-like purring. So you'll...
هاي تشبيه ممتاز. الثريل يا جماعة مين عمره حس إيده مثلاً على القصب الهوائي تاعت قطة وهو يلمس على قطة بحس فيه اهتزازات، هذا هو الثريل. نفس الإحساس بتحسه إذا كان البيشنس عنده تضيق في الشريان الكاروتيد. Feel that sort of cat purring or that vibration. And if that's, if you felt that, then you would need to assess the bruise. I'm going to listen with both the bell and the diaphragm of my stethoscope. And again, you would listen to both sides, not just one. I'm going to listen to just his right side for now. طبعاً هي قالت لازم هنا هي بتقول لازم استخدم both sides تاعون الستيثوسكوب. هاي بتتفحص طبعاً الاس 1 والاس 2 اللي هم نبضات القلب بالديافرام، لكن للبروي انا بستخدم البل. هسه بتتلفى طبعا لفت هسه عشان البروي. Good. Know that if someone has an aortic murmur that radiates, a lot of times aortic murmurs will radiate up to the neck, so you may mistake what you think is a وضحت طبيعه فحص الكاروتيد ارتري يا جماعه. هلا نرجع للسلايد، وهاي هي الموجوده هون اخر شيء قلنا لكم. انا والله بصراحه بالتحضير ما انتبهت لها ولا كان جهزت الفيديو من الاول. فهاي هي طبيعه الكاروتيد ارتري بلسيشن، وراح تاخذوها بالتفصيل جوات المختبر. طبعا كمان واحنا نفحص الرقبه مش بالانسبكشن، مش لازم يكون في عند البيشنتس لا اي انلارجمنت بالسليفري او الثايرويد جلاند. السليفري اللي هي الغده اللعابيه، ولا يكون في عنده اي مثلا تضخم في الغده الدرقيه زي ما هو موجود هنا عندنا تضخم بالغده اللعابيه، وهاي الصوره اللي على اليمين هاي تضخم بالغده الدرقيه. وهسه بنيجي لفحص الغده الدرقيه. قبل الغده الدرقيه بدنا نفحص الليمف نودز. في عندنا ليمف نودز موجوده في منطقه الوجه ومنطقه اللي هي اسفل الاذن ونزولا لمنطقه الرقبه. خلينا نعرف التشريح تاعهم. هاي هم الليمف نودز. طبعا الليمف نودز بتيجي شبكه، يعني نود هي عباره عن نود اللي هي غده وبيناتهم قنوات توصل بيناتهم. خلينا ممكن في صوره، هاي الصوره، هاي الصوره اوضح. فطلع كيف في عندنا جهاز الليمفاوي، هيك سبحان الله في عندنا غدد ليمفاويه وفي عندنا قنوات او زي الفيسلز اللي بتوصل ما بين غده وغده. اطلعوا كم غده عندنا. اول وحده بنسميها بيري اوريكولر اللي هي جايه قدام منطقه الاذن، وكمان في عندنا باروتيد. خلينا نبلش بالموجودات في منطقه الوجه او المنطقه الاماميه. باروتيد اللي جاي تقريبا عند التمبرومانديبولار جوينتس، وفي عندنا سب ماكسيلري، وفي عندنا سب منتال اللي تحت الذقن. طبعا السب ماكسيلري جاي بالنصف ما بين السب منتال والباروتيد. بعدين بنيجي للوراء، في عندنا posterior auricular الموجودة وراء الأذن، وفي عندنا occipital جاي على حفة السكال من وراء من تحت، وفي عندنا tonsillar، وهي طبعا tonsillar قريبة من منطقة tonsils، وفي عندنا طبعا tonsillar وبسموها superficial cervical nodes، وفي عندنا البوستيريور سيرفيكال، وفي عندنا سوبرا كلافيكولار. نرجع للصوره هون اوضح. اول شيء قلنا بيري اوريكولار، وهي الباروتيد، وعندنا التونسيلر واللي بسموها جيجيولو دايجاستريك، وعندنا سوري قبل السبمنتال في عندنا سب مانديبولار، وهي السبمنتال هاي المناطق الموجودة الأمامية، الخلفية هاي الفرونتال. الخلفية posteriorly
في عنا posterior auricular جاي وراء الأذن، وفي عنا occipital جاي زي ما قلنا على زاوية السكال من تحت، في عنا superficial cervical. وأنا خربطت الطباعة السلايد اللي قبلها بين التونسيلر والسوبرفيشال سيرفيكال، بس هاي الصح اللي هون الصح سوبرفيشال سيرفيكال جاي على ستيرنوماستويد من فوق على العضلة المتاعة الرقبة من فوق سوبرفيشال وسهل إنك تحسها. الديب سيرفيكال صعب إنك تحسها لأنها جاية وراء الستيرنوماستويد، جاية تحتي أو تحت الستيرنوماستويد، فصعب إنك تحس فيها إلا إذا كانت تندر ومن ضخم كثير. وفي عنا posterior cervical، فكل واحد في عنده برقبته زي المثلث، فهاي الموجودة جوات المثلث بسموها posterior cervical. وفي عنا supraclavicular اللي هي فوق عظمة الترقوة بالضبط. فإحنا المجموع قديش 10 غدد لمفاوية لازم تحفظوها. الليمف نود لما اجي انا افحصهم كيف بفحصهم؟ بستخدم اصبعين وبصير اعمل جنتل بريشر وسيركولر موشن، ببلش من فوق وبنزل نزول، طبعا ببل وبقعد بقارن الرايت مع الليفت بنفس الوقت بنفس المكان. اذا صار وانا قاعد بحس فيهن، اذا حسيت فيهن، اذا يعني حسيت بهاي النودز او بالغدد هاي، فأنا بدي أعرف شو المكان اللي أنا حسيته، شو الاسم تاعها طبعاً حسب المنطقة، قديش الصايز تاعها، مش لازم يكون أكثر من 1 سنتي، الشيب هل هي سيركولر ولا أبنورمال شيب، موبيليتي بتتحرك ولا لا، الأصل تكون تتحرك، كونسيستنسي فيرم ولا سوفت، هل فيها تندرنس ولا لا، بتوجع البيشنس وأنا بعمله بالبيشن ولا لا. النورمال فايندينجز السليفري جلانز ما راح تحس فيهم، لكن اللمف نودز إذا حسيتهم لازم يكونوا soft discrete. شو معنى discrete؟ شايفين هاي الصورة discrete، إنه كل واحدة بين حدودها عن الثانية، بينما في حالات الانفكشن خلينا بالله أمسح الخطوط هاي، إذا البيشنس كان في عنده انفكشن بتلاقي هاي ملتهبة، مثلا هاي الغدة ملتهبة، بطل يكتب ما له بطل يكتب علق، صبركوا علي علق الباوربوينت. المهم لما بكون طبعا هسه حتى يرد يعمل ريستارت الاخ الفاضل، فبكون الغدة ملتهبة، ما سمعتك شو حكيتي دكتور؟ حتى صوتك يعني حتى صوت اختفى، سامعيني هيك ولا لا؟ لا دكتور صوتك واضح. سامعيني ولا مش سامعيني؟ لا سامعيني. صوت واضح دكتور، واضح صوت واضح دكتور، بس السلايدات اللي مش طالعة عندكم صح؟ صح. طيب استنوا علي بالله شوي بس، لأنه الباوربوينت لا بأخذ ولا بعطي، فصار له فريز زي ما بقولوها، فاستنوا علي. المهم يعني بحالات الانفكشن بكون البيشنتس أو بتكون هاي النوتس منتفخة، وصاير في يعني قد ما هي منتفخة القنوات كمان اللي بيناتها منتفخة، وبتحس انه كل غدة متصلة مع الغدة الثانية. النورمال تكون ديسكريت، شو يعني ديسكريت؟ انها تكون متقطعة، كل واحدة مكانها معروف وما يكون في تواصل، او ما يكون في عندنا مثلا اللهم صل على محمد شو قلنا، انه ما يكون في التهاب فيها. هاي رجع بالله، خلنا اشغل شير. دكتور بيكونوا هم على اليمين والشمال صح؟ بالضبط. ما هذا اللي بنقول، لما نفحص بدنا نفحص اليمين والشمال بنفس الوقت، فهي النورمال. طيب شو الاب نورمال؟ يا رب ما يعلق.
الابنورمال في حالات الامراض الغدد الليمفاويه بسموها ليمفو ادينوباثي. ماشي، ليمفو ادينوباثي، ليمف يعني من الليمفاوي، ادينو اللي هي النوت او الغدد، باثي امراض، امراض الغدد الليمفاويه، بصير فيها انلارجمنت تضخم لحجم اكثر من 1 سنتي. اسبابها ممكن تكون انفكشن، عدوى، بكتيريا، فيرال، لانه الليمف نود له دور كبير في جهاز المناعه. فانفكشن او اي اليرجي، تحسس، كمان انه جهاز المناعه بيلعب دور كبير انه يعالج الجسم من التحسس. او ممكن يكون سببها نيو بلازم. شو يعني نيو بلازم؟ ورم او سرطانات. أورام. ايوه بالضبط، بتكون في عنده اورام او سرطانات. هاي المناطق حكينا، وهاي اسماهم العشرة بالضبط وين موجودين كل واحد فيهم. وزي ما قلنا لازم تحفظون، خصوصا في العملي اللي بيطلع له انه يفحص الوجه راح يسألوه عنهن العشرة، فكونوا حافظينهن اسماهن واماكنهن. بالنسبة للتريكيا، التريكيا الطبيعي انها تكون ايش؟ ميدلاين. شو يعني ميدلاين؟ انها جايه في منتصف الرقبه. وشو هي التريكيا يا جماعه؟ اللي هي القصبه الهوائيه. والسبيس الموجود بين التريكيا، بين القصبه الهوائيه والعضله الستيرنوماستويد، تكون السبيس اللي بيناتهم متساوي على البوث سايدز. طيب شو في عندنا ابنورمال فايندينجز؟ شو في عندنا علامات غير طبيعية؟ انه مثلا يكون في عند البيشنس التريكيا is shifted. شو يعني shifted؟ انه منحرفة، يعني رايح يا على اليمين يا رايح على الشمال. هسا اذا هاي بتكون في عند البيشنس مرض. اذا كانت طبعا مرض، في الغالب المرض بيكون موجود في الصدر، فهو اللي ضاغط على القصبة الهوائية وهو اللي مخليها تزيح يا على اليمين يا على الشمال. هسا اذا كانت تريكيا شفتت منحرفه باتجاه الجهه اللي فيها المشكله، زي حالات الاتليكتيسز. اتليكتيسز معناها انقباض الحويصلات الهوائيه. الحويصلات الهوائيه هي من اهم اجزاء الجهاز التنفسي، وهي اللي بصير فيها الغاز اكستشينج. الجسم بتخلص من السي او 2 فيها وبياخذ منها الاكسجين. فاذا انقبضت هاي الحويصلات الهوائيه، هاي بنسميها اتليكتيسيس. هذا المصطلح معناه كولابس اوف الفيولايز. المصطلحات القصي شو قلنا عنها، الحويصلات الهوائيه معناها الفيولاي. سوري الفيولاي، هاي معناها حويصلات هوائية، وهاي بتيجي بنهاية المجاري التنفسية، وهي زي بلالين صغيرة زي العناقيد، وهي زي ما قلنا بصير فيها الغاز اكستشينج. وإذا صار فيها أتريكتاسز أو الكولابس أو الانقباض تاعها، زي إنه اللنج نفسها مش موجودة، فالتريكيا بصير لها شيفت باتجاهها. هسا تطلعونا على الصورة، هاي صورة أتليكتيسز. فهاي الرئة كلياتها، كل الحويصلات الهوائية تاعها شو مالها؟ صار فيها أتليكتيسز، صار فيها كولابس. فالتريكيا زي انشفطت بالاتجاه المضروب اللي هو الأفكتد سايد. فالتريكيا is shifted toward the affected side في حالات زي الأتليكتيسز، أو في حالات بلورال أدهيجن. البلورال ادهيجن اللي هم بيكون هسا عندنا احنا الرئتين محاطه بغشائين. كيف بدي ارسمها هاي؟ خلينا نيجي على هاي الرسمه اللي هي على اليمين. فالرئتين في عندها غشاء محيط فيها، نفسها منزق فيها، بسموه فيسيرال ممبرين. وفي غشاء بحيط بالقفص الصدري، وفي مساحه بيناتهم بين الرئتين والقفص الصدري، هذا بنسميه بلورال سبيس.
إذا الغشائين لزقوا ببعض، هو مش لازم يلزقوا ببعض، بيكون في زي كمية بسيطة من سائل بيكون زي الشحمة بمنع الاحتكاك تاعهم، هذا بسموه لابريكانت. فالأصل ما يلتصقوا، إذا التصقوا هاي الحالة بنسميها كلورال أدهيجن. أو إذا البيشنت عنده فايبروسيس، فايبروسيس شو معنى فايبروسيس؟ تصلب، أو إنه صار في عنا سكار تيشو في اللنجز، يعني صار في عنا نمو أنسجة واللنجز صار فيها زي دث بالأنسجة فصار فيها فايبروسيس. فهاي الثلاث حالات التريكيا وين بتزيح؟ باتجاه الجهة اللي صارت فيها الأتركتاسيس أو البلورال أدهيجن أو الفايبروسيس زي ما شفنا في هاي الصورة الأتركتاسيس. بينما التريكيا بصير لها شفتت للأنأفكتد سايد اللي هو الهيلثي سايد اللي ما فيهوش مشكلة، في حالات زي نيموثوركس. نيموثوركس اللي هو دخول الغاز في المساحة اللي حكيناها بلورال سبيس. قلنا هاي الرئتين، نفترض انه هاي الرئتين، قلنا هذا القفص الصدري ماشي، ففي مساحة، هاي المساحة شو قلنا عنها؟ اسمها بلورال بلورال سبيس. وقلنا في موجود فيها هاي البلورال سبيس كمية بسيطة من السائل اللي بشغله زي اللابريكانت. تفضل. ممكن بس تكتب الكلمة فوق، مو مبينة تحت. ليش مش مبينة؟ غريب. بلورال، ما بعرف، غطي على الكلمة. بلورال سبيس. وهي أخذتوها بالأناتومي يا جماعة، هاي أنا قاعد بشرح أناتومي، المفروض أنكم تكونوا ماخذينها. فالبلورال سبيس هو المنطقة المحيطة باللنكس أو الموجودة بين اللنكس والقفص الصدري، لأنه هذا عبارة عن كافيتي، عبارة عن زي شو يعني كافيتي؟ زي تجويف، فالأصل يكون مغلف، فبكون في عندي الممبرين اللي قبل شوي حكينا المغلف لللنكس اسمه فيسرال، وفي عندنا الممبرين المبطن للقفص الصدري اسمه بارايتال. فالسبيس اللي بيناتهم هذا اسمه بلورال سبيس، وقلنا بيكون في كمية بسيطة من السائل عشان يمنع الاحتكاك ما بين التو ممبرينز المحيط باللنكس والمبطن للقفص الصدري. في بعض الحالات زي حوادث السير أو الطخ أو العمليات الطعن بتخش بصير في عنده أنا إنجري لوين؟ لهذا السبيس، فبفوت كميات غاز من برا، وين بيحتبس؟ جوات هذا السبيس، بفوت وما بيطلع. فهي الحالة احنا بنسميها نيموثوركس. شو يعني نيموثوركس؟ انه يخش هواء من برا وينحبس جوات البلورال سبيس. طبعا نوع من انواع النيموثوركس بسموها تنشن نيموثوركس، وهم هون لازم حددوا لانه الها انواع. فالتنشن، وراح تاخذوها بالادلت 1 ان شاء الله، تنشن نيمو، لا والله حتى بجوز مش بالادلت 1، ممكن تاخذوها بالباثوفسيولوجي او بالكريتيكال. فالتنشن نيموثوركس طلعوا هاي اللنجز، هاي هاللنجز اللي صار فيه عندنا تجمع في الغازات، طلع كيف اللنج صار فيها شرينكج. شو يعني شرينكج؟ لانه ضغط عليها فصار فيها زي تقلص فيها، وكمان صار في عندي انا التريكيا، طلع التريكيا وين زاحت؟ باتجاه الهيلثي الان افكتد سايد. فالتريكيا بتزيح للهيلثي سايد في حالات النيموثوركس تجمع الغازات في البلورال سبيس، او في حالات الاورتيك انيوريزم. شو يعني الاورطه؟ اورتيك من اورطه اللي هو شريان الابهر، اكبر شريان في الجسم اللي بيطلع من القلب، هذا بسموه الاورطه. انيوريزم، انيوريزم معناها تضخم في شريان الاورطه. فالقلب وين موجود؟ على الشمال صح؟ فالتريكا بتلاقيها زايحه على اليمين. او في حالات التيومر، التيومر اذا كان على الشمال راح يدز التريكيا او يعملها شيفت لاتجاه اليمين. طيب اذا كان على الشمال، سوري على اليمين، راح يدز او يعمل شيفت للتريكيا بالجهه المقابله. او اذا البيشنت كان عنده يونيلاترال ثايرويد لوب انلارجمنت اللي هو انتفاخ في جزء معين من الغده الدرقيه، فهذا الانتفاخ راح يدفش او راح يعمل شيفت للتريكيا للجهه المقابله.
فالتريكيا بصير لها شيفت للأفكتد سايد للجهة المضروبة أو المعطوبة أو فيها الديزيز في حالات الأتريكتاسيس بلورال أدهيجن أو فايبروسيس، بينما بتنتقل للأن أفكتد هيلثي أو للهيلثي سايد اللي هو المنطقة المش مضروبة في حالات النيوموثوركس أورتيك أنيوريزم تيومرز أو يونيلاترال ثايرويد لوب إنلارجمنت. كيف أنا بدي أفحصها؟ أنا مش حاط هنا فحصها، أسمع. طبعاً فحص التريكيا زي ما إحنا شايفين في المنطقة النوتش، شان النوتش منطقة زي الفتحة، هاي بتلاقيها بين عظمتين الترقوة، كل واحد لو حط إصبع هون بحس إنه في زي النوتش، زي النزول شوية بين العظمتين، بين العظمتين الترقوة، اللي هو المكان التقاهم. فلو كل واحد يحط اصبعه الاصل يحس انه التريكيا جاي بالنص، ماشي؟ فاول خطوه اني انا بحط اصبعي بالنص، بحس ان التريكيا بين يعني بالضبط تحت الاصبع. بعدين انا بصير احط اصبعي بين هاي عظمه هاي هاي عضله الاسترنوماستويد مسل، هاي التريكيا الاصل تكون موجوده هون. فانا بصير احط اصبع بهاي المسافه وارد اقع زي ما احنا شايفين بالصورة B، وبعدين انقل اصبعي للجهة المقابلة. فلازم احس انه الفراغ الموجود بين sternomastoid muscle والتريكيا ما لها هاي المسافة او المساحة متساوي. هذا فحص التريكيا. نيجي للثايرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بفحصها بطريقتين، الطريقة الامامية او الطريقة الخلفية. الافضل تفحص تستخدم الطريقه الخلفيه، لانه زي ما قلنا اذا بدك تيجي للمريض من قدام راح يقرب وجهك على وجهه ونفسك بنفسه، فراح تكون يعني مش مريحه لا لك ولا للبيشنت. مع ذلك راح نشرحها. الانتيرير ابروتش بستخدم الثامبس للبالبيشن. خلينا في صوره هون بالضبط، هاي الصوره باجي على البيشنتس. الافضل اخلي يقدم وجهه لقدام عشان انا ارخي عضلات الاسترنوماستويد ويكون عندي سهوله اني اعمل بالبيشن للثايرويد جلاند. ايش اللي انا بعمله؟ زي ما قلنا بستخدم الثمب عشان اعمل ديسبليسمنت. هي زي ما احنا هون شايفين الصوره اللي هون، فالثمب انا دزيت او عملت يعني دفعت او عملت بوش ل للثايرويد جلاند وللتريكيا طبعا بون سايد. الجهه المقابله شو قاعده بتعمل؟ يعني يا بستخدم الثمب يا بستخدم هذول الفينجرز. شو الجهه المقابله؟ هون انا قاعد بحس. فالبالبيشن بهاي الصوره وين؟ هون ولا هون؟ بهاي الجهه اليمين بالضبط. البالبيشن قاعدة بتصير بالجهة المقابلة للي انت دفعت عليها. فأنا بعمل بوش هون البوش، وأنا قاعد بعمل بالبيشن بالجهة الثانية، وهي التريكيا أو الثايرويد جلاند بالنص. بعدين بعمل العكس، بعمل بوش من الشمال لليمين وهي الثايرويد جلاند، قاعد بعمل بالبيشن من هون. طبعا أنا قاعد بعمل بوش ممكن أقول للبيشنس، وأنا قاعد بعمل بالبيشن ممكن أقول للبيشنس ابلع ريقك او اعطيه شويه ميه يشربها، وراح احس ان الثايرويد جلاند تطلع وبتنزل مع عمليه البلع، واذا في اي تضخم راح احس في هاي المانوفر في هاي الحركه. نرجع للسلايد. قلنا الانتيرير ابروتش الاصل استخدم الثامبس، والبوستيرير ابروتش الافضل بستخدم الفينجرز اوف وان هاند عشان بالبيت، والفينجرز اوف اذر هاند عشان اعمل بوش. طبعا الثنتين نفس المبدا، لازم تعمل بوش والثاني يعمل بالبيشن. طبعا برد اعكس السايد، يعني بلشت انا باليمين اعملها بوش وافحص الشمال اعمل بالبيشن للشمال، خلصت بعدين بنتقل للشمال بعمل لها بوش بصير اعمل بالبيشن للجهه اليمين. شو النورمال فايندينجز؟ انه يكون نورمال الثايرويد جلاندز ار نوت بالبابل، مش لازم تحسهم. اذا حسيتهم تكونوا soft check
consistency لازم تكون symmetry، يعني ما يكون في جهة متضخمة حاس في إنه فيها زي ورم والجهة الثانية لا، ما يكون في أي enlargement، ما يكون في أي وجع أو presence of nodules اللي هي شو يعني nodules؟ العقد، يعني ما يكون فيها أي عقد أو أي تورمات. طب خلينا نحضر مثال على هاي، طبعا هاي صورة posterior approach، إن لما أنا أجي من وراء patients وأفحص نفس الإشي، هاي أنا قاعد بعمل دفع من هاي الجهة وقاعد بعمل palpation بهاي الأصابع، وبعدين بعمل بعكس العملية، بعمل دفع وهاي الثايرويد جلاند وقاعد بعمل palpation منه. مين كان بده يسأل؟ أنا دكتور. مش إحنا حكينا ما بصيرش إنه نحط إيدينا الثنتين، يعني نحط واحدة على الأرتري. هسا أنت ما بصيريش تضغط على الأرتري، أنت مش ضاغط على الأرتري، أنت قاعد بتضغط على الثايرويد جلاند. تمام. ماشي. أنت ما بتضغط على الأرتري، أنت قاعد بتضغط على الثايرويد جلاند. خلينا نحضر الفيديو عشان يكون أوضح. وين الانترنت؟ Thyroid examination. Examination of the thyroid gland starts. طالع عندك الصوت؟ طالع. In doing so, أول شيء قال لنا ببلش الثايرويد جلاند الفحصها بالانسبكشن، فالأصل ما ألاحظ أي انتفاخ أو أي انلارجمنت. هذا الانلارجمنت بسموه جويتر، عملية أو الحالة تضخم الغدة الدرقية بسموه جويتر. Important to consider the gland's anatomy and its surrounding structures. The thyroid cartilage is a helpful landmark, since the thyroid can be palpated by. هسا بقول لك الأصل إنك تعرف شوية تشريح، فهاي بسموها thyroid cartilage، وهاي بنحسها أكثر إشي بالميلز بالذكور، اللي هي إحنا بنسميها apple أو Adam's apple، تفاحة آدم، تلاقي فيه زي النتوء أو الطلعة هيك بمنطقة الرقبة، هاي بسموها thyroid cartilage، ولا إلها دخل بالغدة الدرقية، لكن اسمها thyroid cartilage. Laterally below it. In healthy الغدة الدرقية هيها تحتيها مباشرة، اللي شايفين الاسترنومايستويد ماسلز وين جاية؟ على اليمين وعلى الشمال. هاي الغدة الدرقية المحيطة بالتريكيا، هيها هي الغدة الدرقية. Individuals, the thyroid only weighs around 18 to 25 grams and should not be visible. An enlarged thyroid وزنها 25 grams تقريبا، يعني مش لازم تكون مبينة. Thyroid, otherwise known as goiter, is considered class 2. Goiter. إذا كانت مبينة فهي بتبين، بسموها هاي الحالة goiter. If macroscopically visible. When the head is reclined, thyroid enlargement can be seen even earlier. Palpation is usually performed from behind, although anterior palpation is also feasible. شوف شو قالت؟ إنه في الغالب إحنا نستخدم الـ posterior approach، مع إنه عادي بتقدر تعمل الـ anterior. The gland is often only detectable upon palpation if a pathology is present. طبعاً أنت ما بقى هي وكاتبك ما بتعملها فحص إلا إذا إنك مشتبه إنه في عنده أمراض. Such as nodules, enlargement, or an altered consistency. You should also note any tenderness to touch, as seen in inflammatory changes, such as a viral infection. To assess the mobility of the thyroid gland, طلع خلينا نرجع بالله بالأول، كان في جهة طلع هاي الصورة بالضبط موقف عليها، فهو دافش هي خاشدة يعني عامل زي push، والجهة الثانية قاعد بعملها palpation. The mobility of the thyroid gland. Ask the patient to swallow and offer a glass of water if necessary. فطلعت ونزلت thyroid gland. If thyroid perfusion is increased, like in Graves' disease, examination may reveal an auscultable bruit and a palpable frill. طبعا إذا كان في انتفاخ في thyroid gland، هذا ممكن يضغط على الكاروتيد artery ويعمل لنا إيش؟ قبل شوي سمعنا thrill أو حسينا بthrill أو بروي، فلازم أرجع أفحص البروي. طبعا هنا بيستخدم الديافرام، الاصل يستخدم البل.
هاي عملية أو فحص طريقة فحص الثايرويد جلاند، وراح تاخذوها وتطبقوها إن شاء الله في المختبر. طبعا أنتوا مش دارين إنه رد علق الأخ المحترم الباوربوينت، فخليني أرجع شغله قد ما علق اليوم. أي سلايد صرنا؟ 22. طيب احنا تقريبا خلصنا. هاي العملية بالتفصيل، إذا الثايرويد جلاند is enlarged شو قلنا لازم نعمل؟ نعمل اوسكلتيشن عشان نفحص إذا كان البيشنس عنده بروي. قلنا تلفظ بروي لكن تكتب برويت. وبيش بسمع البروي زي ما موجود بالصورة، بستخدم البيل اوف ستيثوسكوب. البروي هو تعريفه soft pulsatile blowing sound، يعني زي صوت الفحيح. وهاي زي ما قلنا بتكون سببها تضخم في الغدة الدرقية زي في حالات الهايبرثايروديزم. هايبرثايروديزم بصير في عنا تضخم في الغدة الدرقية، مع انه بعض حالات الهايبرثايروديزم كمان ممكن يصير في تضخم في الغدة الدرقية، لكن تضخم الغدة الدرقية نفسه اسمه جويتر. هاي المصطلح اللي حكيناه واللي جابوا سيرته بالفيديو، تضخم الغدة الدرقية جويتر، ماشي. والجويتر في الغالب مصاحب لمين؟ للهايبر ثايرويدزم اللي هو زيادة نشاط الغدة الدرقية. abnormal findings انه يكون في عندنا enlarged loops منك تقدر تحسهم قبل ما البيشنت يبلع، او انه يكون فيها tenderness، او انك تحس انه في عند البيشنت عقد nodules or lumps انتفاخات او تورمات. فهي كلها abnormal findings، ولازم يجي دكتور مختص في الغدد او الاورام ويجي يفحص البيشنتس، وممكن ياخذوا خزعه ويودوها للمختبر يتاكد انه في سرطان ولا لا. هذا مثال كيف احنا ممكن نعمل charting بالسبجكتيف داتا. نقول البيشنت تاعنا denies any unusual or frequent several headaches، قال ما عندي اي هيدك، ما عنده اي هيستوري انه صار عنده اي هيد انجري، ما عمرهوش صارت له ضربه براسه، او ما عمرهوش حس بديزنس او سينكوبي. شو معنى سينكوبي؟ loss of consciousness اللي هي اللي اختصرتها الOC loss of consciousness سينكوبي، ماشي، تلفظ سينكوبي. والبيشنس قال لنا كمان ما فيش عنده نيك بين ليميتد، او عنده ما عندوش اي مشاكل بالليميتيشن اوف موشن، ما عنده اي مشاكل باللمس، او ما عندوش لمس او سويلنج. الاوبجكتيف داتا الهيد كان حجمه نورموسيفاليكس، ما كان عنده لومبس، ما كان عنده ليجن، ما في تندرنس، ما في تروما. الفيس كان سيمتريك، ما كان عنده دروبينج. شو معنى دروبينج؟ شفتوا صورة الوجه لما كان يضحك البيشنس بس وجه بس جهة بتضحك والجهة الثانية مش متحركة، اللي هو شلل العصب السابع، هاي بسميها دروبينج. تمام، هاي الحالة بسموها دروبينج، اللي هو شو يعني دروبينج؟ ارتخاء بالعضلات. فالبيشنت ما عنده اي دروبينج، ما في عنده اي ويكنس او اي انفولنتري موفمنتس اللي سميناها تيكس. عليها هيك قلم تيكس اللي هي الانفولنتري موفمنتس اسمها تيكس. بالنسبه للنك، بيشنت عادي عنده فول رينج اوف موشن، ما عنده اي بين، سيمتريك، no cervical lymphadenopathy or masses, the trachea midline, thyroid not palpable. Assessment زي ما قلنا normocephalic, atraumatic. شو يعني atraumatic؟ يعني ما عندوش اي ضربات. symmetric head and هذا مثال على charting والdocumentation. في حد عنده اي سؤال؟ انا دكتور. تفضلي. بس سؤال، هو العصب السابع له علاج؟ حسب شو المرض، لكن في الغالب ممكن تكون طبعا امراض فايرال فيروسيه، فهنا ممكن يلجؤوا له لفيزيوثيرابي، ممكن بيشنت يكون
عنده لا سمح الله مثلا جلطة دماغية ومأثرة على العصب السابع اللي طبعا حسب الجهة. دكتور ما سمعت ولا إشي من جوابك لأن الصوت بيقطع. بقطع عند الكل ولا بس عند ملاك؟ لا دكتور بس تمام عادي. بس عندك ملاك، روحي زبطي الشبكة. بقول لك حسب المرض اللي بيعاني منه البيشنتس شو سبب الفيشل بالسي. شو كمان في ممكن نفسي او عصبي؟ اذا كان عصبي حسب انا بقول لك، اذا كان فايرال مثلا السبب ممكن يعملوا له علاجات طبيعيه، وفي الغالب هم بيستخدموا علاجات طبيعيه. نظن نقول للبيشنتس ضلك نفخ بخدودك، ضلك اعمل مساج، استخدم مي سخنه، يعني العلاج الطبيعي. اذا كان في فيروس ممكن يستخدموا بعض الانواع الادويه، الكورتيزونز ممكن يستخدموها، فحسب يعني شو السبب والدكتور بيصرف له العلاج. ان شاء الله. يسلم دكتور. اهلا ملك. في اي سؤال ثاني؟ طولنا عليكم اليوم لكن حضرنا فيديوهات اكثر عشان يكون الشرح اوفى. اي سؤال؟ نعمل ستوب ريكوردينج. الله يعطيكم العافية، كل عام.